الله، ومعانا مفاجأة لحضراتكم، يعني راجل اللي بيحب هذه الموسيقى وبيحب العازفين المصريين وبيحب الفن المصري، معانا رئيس هيئة الترفيه سيادة المستشار تركي آل شيخ هيكون معانا، وأيضا عنده مفاجأة للناس كلها، فرصة برضو لكل الناس في العالم العربي وفي مصر. طبعا هيحيي الإخوة العازفين وهيتكلم عن جائزة كبيرة، جايز ناس كتير تقدر تكسبها، عربية بورش كيان، فبرضو فرصة الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تقدر تدخل في المسابقة دي، لأن قدامها يعني يومين، فبرضو نستعلم منه عن الموضوع ده، وجايز ناس كتير متفرج علينا تقدر تدخل في هذه المسابقة. مساء الخير سيادة المستشار، ازي حضرتك؟ أهلا أهلا وسهلا يا عمرو. أصدقائك كلهم موجودين هنا. أهلا، أنا بمسي عليهم على أساتذة الكبار ووحشينا كثير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وحشتنا. كنا لسه مع أن اللي بيعزف الإيقاعيين واللي بيعزف عود وحشين أوي، بس ده ما حدش قادر يجمعهم بغيرك. كنا بنتكلم عن المعهد الموسيقي اللي حضرتك هتعمله، ولكن الأهم بالنسبة لي العربية البورش الكيان اللي تم الإعلان عنها النهاردة ديت، يعني وعليها سحب اليومين الجايين دول. أنا 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 عاوز أتكلم النادي، فريق التسويق بيتكلم عنه. أنا بالنسبة لي المعهد بالنسبة لي موضوع جدا مهم، وأنا كنت جالس وأتكلم مع الأساتذة وقابلتهم كثير في الثلاث أربع شهور الأخيرة، وكنا بنتكلم خصوصا مع أمير ومع هاني ومع مجموعة من الشباب، يعني أنه مركزين في موضوع المعهد بشكل كبير. إحنا إن شاء الله على بداية السنة المفروض أننا نكون انطلقنا إن شاء الله، في عدة نماذج إحنا شغالين عليها، وفي أربع جهات مكلفينها بأنها يعني تعمل دراسة للموضوع، منهم شخص عندك الآن الأستاذ أمير عبد المجيد جاهزين. في الأخير حنوصل للصيغة الأمثل لهذا المعهد اللي يكون المقصد منه إخراج مواهب سعودية تحتاجها ويحتاجها السوق السعودي، ونطور المواهب السعودية أنها تتعلم وتأخذ على قولتهم المزيكا على أساسها الصحيح. وعلى إحنا الأساتذة الكبار هذول كلهم من سنوات، من في بعضهم من 30 سنة أو 40 سنة بيعزف في المملكة العربية السعودية، وبيعزف مع فنانين سعوديين، ويعرفوا قد إيش في مواهب سعودية ومواهب كبيرة ومدفونة، وللأسف المواهب هذه ما طورت نفسها بالتعليم، كلها سماعي. فإحنا هدفنا أننا نخرج أكبر قدر ممكن. بالنسبة للي موجودين عندك هنا الآن في الاستديو ومجموعة كبيرة، احنا فاتحين السوق لهم تماما، وزي ما قلت لهم خصوصا انا اللي عندك في الاستوديو خصوصا وكم واحد زيادة عليهم، انا حابسهم في الرياض الشهرين الجاية، ربنا يعينهم. يعني حيكون في شغل جامد، واحنا طالبين منهم اشياء كثيرة، وهم صراحة ما قصروا ومبدعين، وهذولي اللي فاضلين لنا من ريحة الفن الجميل. الأساتذة اللي عندك الآن هم اللي فاضلين لنا من ريحة الفن الجميل في الوقت الحاضر. يا عم، حبك لمصر وللفن المصري والعازفين المصريين هيخلي ليهم تواجد كبير جدا في موسم الرياض، وفهمت انها مش بس حفلات مع مطربين، وايضا ممكن هيعزفوا في اماكن، هيبقوا موجودين في الاماكن اللي فيها التجمعات اللي فيها الفعاليات، يعني غير كمان بعد كده هيبتدوا يتفرغوا لموضوع المعهد، فعندهم شغل كتير فعلا. انا بالنسبه لي المميزات اللي راح تقدم لهم اي شيء راح يسعد المواطن السعودي والمقيم والزائر والسائح للمملكه العربيه السعوديه راح نحرص عليه، ومن الاشياء اللي تكون دائما مقصد وبتفرح الناس هي الموسيقى. فالأساتذة هذول الكبار احنا بننظم لهم في عمل راح يكون يعني بالتوازي، في عمل راح يكون ممنهج ومطلوب منهم، وفي عمل هذا اضافي باجتهاد شخصي منهم راح نساعدهم في انهم يتواجدون في اماكن وهم براحتهم، يعني في الموضوع هذا انه يجوا ويقدموا اضافات. وايضا برضو بالنسبه لموضوع المعهد، انت قاعد تشوف الان خصوصا الان معك في الاستديو، انا ما اعرفش، انا مش شايف، مش قدامي التلفزيون، بس عرفت
من الشباب انه مين اللي متواجدين معاك بعض الاسماء؟ كل الاسماء اللي حضرتك تعرفها موجوده معانا فرقه كبيره يعني. ومعاد هاني بس واعتذر. هاني بس اللي مش موجود عنده حفله في دبي. انت بتتكلم عن امهر اشخاص في الوطن العربي في الالات اللي بيعزفوا عليها، ما فيهاش كلام. يعني انت لما تتكلم على الايقاعيين يعني انت قاعد تتكلم عن ناس معجزات في اله الايقاع، هشام العربي، عيادي، سعيد الارتست، اذا بتتكلم عن العود تتكلم عن الدكتور ممدوح الجبالي، عن اسلام الاصبجي، تتكلم عن القانون تتكلم عن امير وماجد وشريف، انت تتكلم عن الاورج تتكلم عن محمود بدير، تتكلم عن الكمنجة تتكلم عن سمك، وتتكلم عن يحيى الموجي، وتتكلم عن كل المبدعين، تتكلم عن الجيتار الشيلو، تتكلم عن عماد عاشور ما فيهاش كلام، وتتكلم عن طه. يا اخي انت حافظ اساميهم عن ظهر قلب. يعني وما اعرفش الحق جلال موجود معاكم ولا مزوق؟ مش معانا. لا ده انت حافظ اسامي الناس اللي مش موجوده كمان. لأن يعرف أنه ما يحبش يظهر في الظهور التلفزيوني. أنت تتكلم عن أساتذة كبار، إحنا نبغى ننقل. أنا بالنسبة لي أنا يعني بصفتي مسؤول عن الترفيه في المملكة العربية السعودية، أنه أنا عاوز أنقل النوهاو اللي عندهم لشباب سعوديين، العلم بتاعهم والموهبة بتاعتهم للشباب السعودي. مضبوط إن شاء الله. معاني مستشار، قبل ما تسيبنا، عرفت انه الحفلات كلها بتاعت اليوم الوطني سولد اوت بعد ساعات من فتح باب الحجز؟ لا، وبيقولوا وفي يعني تقريبا تغريدات انت بتشوفها وبوستات ومواقع بيقولوا زينا بدا انتم ما عندكمش الا مزيكا. انا مش ذنبي انك ما انت جالس تشوف المسرحيات اللي جت للمملكه والعروض والشو والاحداث الرياضيه والقطاعات كلها والمطاعم والشواطئ. أنا مش ذنبي إذا أنت مركز في بس في عالم الأغاني. وبالنسبة لعالم الأغاني وعالم الحفلات الغنائية، لما ينباع حاجة بعد دقائق من طرحها والسعة تكون بالآلات، هذا معناه إقبال ولا مو إقبال؟ لا، إقبال يعني طبعا إقبال، وشفناه قبل كده وحنشوفه طبعا. موسم الرياض في فعاليات مذهلة، يعني الناس كتير من العالم العربي. انت اساسا معانا بدايه موسم الرياض، بعدين نتفاهم معك فيها ان شاء الله. ان شاء الله. سعاده مستشار تركي، للاساتذه الكبار، وتشرفت بمكالمتكم واشكركم. وان شاء الله انا ناوي ادخل في مسابقه البورش دي عشان عايز اكسب. يلا توقع صح، بس انت شكلك مع الفرقه الثانيه. لا، انا مع الفرقه بتاعتنا، مع المارية. شكرا تحياتي للجميع. شكرا 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 شكرا.